يا مشاهدين هذا طالب يا اخواني يا مشاهدين، كم حلقه هذه؟ كم حلقه وهم يخطئون رسول الله صلى الله عليه واله وسلم؟ عشرات الحلقات. الان لما شخص طلع قال البخاري يخطئ خرجوه من السنه بالله عليك. لا تسجن العالم يا سيد، خلي الناس تفك القيود يا سيد. فضل شيخنا ابو عاش النووي. حياك الله يا شيخ ابو صالح. اهلا وسهلا اخي العزيز. ماذا تقول في صحيح البخاري؟ لا اقول الا خيرا، جمع وحاول. هل هو عندك صحيح؟ وقال ما لم يقم به الآلاف المذعة من المسلمين. هل هو عندك صحيح أم لا؟ هل هو عندك صحيح أي أم لا؟ أي حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالف القرآن الكريم ويخالف أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم هو قول باطل. الله أكبر. الله أكبر. في البخاري هذا قول الشيعة. لحظة يا جماعة، هل في البخاري أحاديث تخالف القرآن؟ مما لا شك فيه، لأن البخاري يحتوي الكثير مما يخالف القرآن الكريم. الله أكبر. لا أنت لست سنيا، أظنني والله صراحة. الذي يقدر في البخاري أما جاهل أو ضال أو منه. أنا أقول لك لست سنيا والله. سني هو سني يدافع لكن متحرر. وأقول أهل العلم كسر القيود، كسر القيود. من أهل ويقدع في البخاري فهو إما ضال أو منحرف أو جاهل، والله ليس على سبيل المؤمنين ولا على هدى المتقين. راجع نفسك يا أبا صالح. هذا البخاري تقبلته الأمة بالقبول. هذا البخاري الذي قال عنه الإمام النووي أجمعت الأمة، قال عنه ابن الصلاح أجمعت الأمة، قال عنه ابن تيمية ما تحت أديم السماء صح من البخاري. تأتي حضرتك وتقدح فيه، والله ما أنت على سبيل المؤمنين ولا أنت على هدى المؤمنين. يا رجل اتق الله في نفسك. في البخاري شيء يخالف كتاب الله؟ اتق الله في نفسك. الأمة تجتمع على ضلاله، اتق الله في نفسك يا رجل. أعوذ بالله من غضب الله. يعني انت الان اخونا ابو صلاح، ما هذه المهازل؟ شو الزمن هذا؟ كيف هذا الزمن اللي اجمعت فيه الامه وانت يقول لك هو الراي رايي؟ يا اخي هنالك احترم الامه، يقول لك احترم الامه. ياتي واحد متعالم ويدع في البخاري. اسالك بالله، هل درست البخاري عند عالم؟ هل تعرف البخاري كم فيه من صحيح؟ تعرف كم فيه من حديث؟ هل تعرف رواة البخاري؟ يقول لك يعني تطعن بالأمة الآن؟ أنت الآن طعنت بالأمة. هو البخاري أمة، يقول لك البخاري أمة. أجمعنا أمة. الأمة طعنت بالأمة وطعن في الإسلام وطعن في سنة رسول الله وطعن في القرآن. رد علي أنا شو دخلي؟ يقول لك البخاري أمة. أعوذ بالله. يأتي واحد يقول أنه سني ويقدح في البخاري. هذا ليس سني. السلام عليكم حاج وعد. نعم اخونا يسمعك، بس انتبه للرجل. اولا يعني انت ضربتكم اصلاح ضربه بالعسل. ابو صالح وليس ابو صالح. ابو صالح ان شاء الله الان سنيا. الشيء الثاني قدح فيهما، انا اشك في دينه واشك في عقيدته واشك في مذهبه واشك في منهجه، وعليه يراجع نفسه. والله ما عنده عقل، ما يقدح في البخاري الا مهبول. عظيم. أشكرك يا سيد العزيز على أخلاقك. أنك لست متبعا لرسول الله. أنت خطأت رسول الله ما تخطى البخاري يا سيد العزيز. أبو أنا يا أخي لحظة أخونا أبو صالح أنا صلحت الأمر. يقول لك أنت الآن هو الرجل من باب عقيدته يقول حقه. الأمة كلها اجتمعت على البخاري جبل الحفظ، البخاري الذي
يقول صحيح البخاري لو أنصفوه لما خط إلا بماء الذهب، هو الفرق بين العمي والعطب. هذا البخاري أنت تجي بشخط القلم الآن، أنت الآن جلست مع الشيعة، البخاري ضرب دين الشيعة، البخاري أوجع الشيعة، تأتي أنت يا من تدعي أنك من أهل السنة وتنتقد البخاري، والله مهزلة، والله مهزلة، والله هذه مهزلة. أرجو أن أتكلم بشكل عقلي ودون هذه الأوجاع. أبو عاشة النار، أنا أقدر على الخبر، بس يا أخونا أبو عاشة أعطيني مجال. أبو عاشة والله العظيم أعطيني مجال. أبو عاشة النووي لا مو مجرم، مهبول بلا عقل أبو عاشة، لكن مهبول. بس لكن اسمع لحظة أخونا أبو عبد الرحمن، لكن أبو عاشة بالجانب الآخر الرجل يقول لك أنا إذا تحرر أنا أمشي وراء الأزهر الآن بالأردن هنالك مؤتمر وطبعوا 5 مجلدات دفاعا عن البخاري. لماذا؟ لأن السنة تحرروا، الأزهر تحرر، الزيتونة تحرر. يقول لك أنا ما أتقيد البخاري. طب هو الآن يتبع الألباني، الألباني ضعف أحد بالبخاري، هل الألباني مقبول؟ يتبع الدارقطني 110 حديث. الرجل يتكلم بعلم يا أبو عاشة. أي واحد يطعن بالبخاري الصادرون تقتلوه. اسمح لي لو سمحت، النبي يقول لك أجيد الوفد إلى أن يقول هذا صحيح، هذا في البخاري. البخاري حفظ سنة محمد. البخاري والله العظيم يوجع الشيعة، أوجع الشيعة من يوم أن ألفه البخاري، وهو حرب على الشيعة. خلي طيمة جا الشيعة وعلى منهج طيمة جا، خلي عبر عن شعوره. طيمة جا طيمة جا تفقد البخاري وتقول أنا سني، والله ما في سني على وجه الأرض يقول في البخاري ما قلته، والله ما ينتقد البخاري أو يقع في البخاري، يقع في البخاري إلا مجنون أو منحرف أو كثير من السنة يعترض على البخاري. لحظة طيب مجال فضيلة الشيخ أبو صالح رد، بس أريد الرد. يعني فضيلة الشيخ أبو صالح لأنه جعل هواك، لا طبعا رجل دارس سني متحرر قيود. هذا ما فضيلة الشيخ، خلينا نسمع من فضيلة الشيخ أبو صالح. تفضل فضيلة الشيخ أبو صالح، خلينا نرد عليه. أريد منك أن ترد الإساءة بالإساءة. أحسنت، بارك الله. هذا ديدنا للعلم. أنت متحرر من أهل العلم، رد بعلم. يعني أنت بس لحظة، شيخنا أبو صالح أنت سبقك ترى علماء، سبقك الدار قطني وسبقك الألباني وسبقوك العلماء. ابن عثيمين نفسه اللي درس عند النووي يقول عن حديث في صحيح مسلم، يقول في نفسي منه شيء. فأنت رد بعلم، تفضل عندك سلف، تفضل. اسمعني يا سيدي العزيز أبو عائشة ويا أخي العزيز وعد اللامي، أن ما قلته هذه الليلة لم أقله من ذاتي، بل حقق به العشرات بل وربما المئات في خصوص البخاري على مدى هذه القرون، وأن انتفاضتك للبخاري قد جعلت منه ميزان الإيمان والكفر، وهذا انحياد عن كتاب الله وكلمة الحق المثلى وكلمة الله العليا. فلا تجعل هذا الكتاب وصاحبه هو الميزان والطريق المؤدي إلى الله وليس غيره. هنالك أحاديث في هذا الكتاب لا تختص حتى بالشيعة ولا تختص بالسنة. والطريق المؤدي إلى الله. اصبر على المقاطعة. لا لا أبو عاشة، أنت فضيلة الشيخ أبو عاشة، ولكني لم أتكلم ولم أقاطع. والله العظيم اللي يطعن فيه، والله انا ما عندي ما جرى ولا عقد عنه، والله ما عندي يسوى عقد عنه، ما يسوى عندي عقد. اصبر أيها المحترم الموقر، ما أراه شيء صاحب الأخلاق العالية، والله ما أرى شيء. هذا البخاري يا رجل، الإمام النووي. هنالك أحاديث في البخاري يا سيد العزيز. ما يخالف قالوا تتأهيل، أين أنت من هؤلاء العلماء؟ أنت ما عندك شيء، أنت ماذا درست؟
ما لهم شيوخك على من تعلمت. الحاج وعد الآن يريد يقول لك الدار القطني والألباني، هؤلاء علماء الجرح والتعديل معروفين الدار القطني والألباني، لكن الألباني والدار القطني ما يطعن في البخاري. أنا أخاف أن يصيبك السكري أو داء الضغط، اصبر قليلا. هذا البخاري يا رجل، هذا البخاري، خليه يجاوب. لو عظم البخاري لرأيت الأمة في أعلى درجاتها وفي أعلى منازلها. هذا البخاري لو ضرب به يهودي لأسلم. البخاري ما فيه من أحاديث صحيحة يا رجل، سند إلى رسول الله. أصبح البخاري يا أبو عاشا، أبو عاشا يا أبو، والله البخاري سبب لإلحاد كثير من الناس بسبب هذا. الله أكبر، الله، هذا سنة الله. الله الله الشيخ أبو عاشا يقول لو ضرب به يهودي لأسلم. هذا يقول لو ضرب به يهودي لأسلم. أخواني بس دون مجال كلام قضية الشيخ أبو صالح. لحظة سيدنا. أخواني الشيخ أبو عاشا يقول لو أن اليهود ضربوا بالبخاري لأسلموا. والله أنا أدعو حماس يأخذوا لهم مليون نسخة ويضربون اليهود ويخلصون. اي والله حد يودونها الغزة، رحم الله والديك. هو هذا رأيي. فضل أخونا سيدنا، متى سيدنا البخاري؟ فضل أخونا أبو صالح. لقد شتمني هذا الشخص على بثك الكريم وتجاوز ووصفني بأنني بلا عقل وأنني مخبول ومهبول. حاشاك فضيلة الشيخ، حاشاك والله. والله أنا أعتذر. شوف شيخنا بس لحظة أبو عاشا النووي. أبو عاشا طلبتك أبو عاشا، طلبتك شيخنا أبو صالح. أنا لو لم أجد فيك العلم لما قلت لك أدعوك لمناظرة بينك وبين السيد مثلا في أول ما تكلمت، فأنا أعرف كيف أقدر. لا 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 والله والله قبل أن والله لا لا أبو عاش يشهد الله ظلمتني اللي يطعن في البخاري عندك عنده علم وتسميه شيخ فضيلة الشيخ دكتور والله ما عنده علم. والذي يطعن في رسول الله، طيب هذا البخاري والذي يطعن في رسول الله يا أخ عثمان لحظة أبو عاشا. أولا شيخ أبو عاشا، أبو عاشا لا تظلمني. لحظة أبو عاشا النووي، أبو عاشا النووي هذا شبي أبو عاشا. لحظة أبو عاشا، أنا قلت له أدعوك للمناظرة والله قبل أن يتكلم هذه الكلمة وهو الرجل الشاهد. أنا ما قلت له بعد أن تكلم على البخاري والبث موجود، لأنني أول الإنسان معروف من سمته وطريقة كلامي، وأنا أجزم أن الرجل من أهل العلم. لكن أنا عبت عليه مع احترامات الشديدة لشخصي الكريم أنه تكلم بكلام إنشائي دفاعا عن عمر بن الخطاب ولم يدافع عن النبي. شوف أنا ضد الآن، لكن الرجل متحرر يقول لك البخاري دمرنا، البخاري في أحاديث دمرت الأمة الآن. هذا شوف هذا كتاب، هذا كتاب الدفاع عن الصحيحين. والله أوجعك أنك حجي. بما أن العالم أبو عاشا والشيخ أبو صالح، خليش ما سوي مناظرة بين الاثنين غدا أو بعد يوم جميعا إلى أن يلت الله عرضا من عليه. والله العظيم لا يسقط هذا البخاري. يقول لك البخاري في أحاديث تسيء إلى النبي، يعني البخاري بوب أبوابا. مثلا واحدة من الأمور أن البخاري ماذا قال؟ أي إنسان ما يقبله، أن البخاري قال اللي تسموه بلاغات الزهري أن رجلا أن النبي صلى الله عليه وآله ذهب إلى شواهق الجبال لينتحر. قضية بداية الوحي، قضية الذبح على الأنصاب، هل عمرو بن النفيل يقول للنبي لا نأكل عما ذبح بأصنابنا؟ الناس انتبهوا. نعود الموضوع. طيب خلي يتكلم فضيلة الشيخ. بس ماشي، بس خلي يتكلم فضيلة الشيخ لأنه من حقه
انه يعني انت تكلمت فيه انه يرد بدون اساءه، يتكلم بدون اساءه وتنقض طبعا، يتكلم بدون اساءه طبعا. لا سني 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 لا 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 سني عالم سني. كل واحد يا حق واحد افهم يا حق واحد، في شروط تمام. لما ياتي واحد ويقول سنه يبقى يجب ان يكون هناك اجماع على اجماع هؤلاء. والله انت ظالم، والله انت ظالم، يشهد الله انت حسام شيخ حسام انت ظالم. لين شيخ حسام حتى ابو عائشة النووي شيخ حسام يا اخي ما ادري ايش فيه، شنو القضيه يعني؟ شو البرنامج هذا؟ انا كنت سني ماشي افهم يا حق واحد، بس يقول كنت سني اصدقه فهمني، بس يقول صدقني يا شيخ حسام. شيخ حسام شيخ حسام اولا هو ما هو كل سني، لا زال سني ودافع عن عمر بن الخطاب ضد سيد ميثم. حتى شوف لما تعارك هو، شوف اخواني لما نتعارك، بس حجي 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 هو الرجل قال قال عمر عليه السلام اقوى هذه عمر عليه السلام. لا لا شوف الشيخ حسام الظالم، سمعوا شيخ حسام الظالم، شيخ حسام الظالم لما الاخ الشيخ لما فضيلة الشيخ ابو صلاح اتعارك ويا فضيلة السيد ميثم الموسوي كان حلو ما يحجون عليه. ليش؟ لأن تعارك ويا سيد من تعارك ويا أبو عائشة يا سبحان الله أعوذ بالله من لا سبحان الله. يعني هاي الاتفاق ليش ما تنتظرون للحال؟ رجل سني 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 يريد يبرز السنة. ما تنسبه إلينا سني سني انت ما سني. كلنا ما ننتسب إليه، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذول عثمان يا كرام ارجوكم ارجوكم لحظه انا اريد اطلع بنتيجه. حجي ارجوك حجي وعد ارجوك يا مشاهدين يا اخواني يا مشاهدين، كم حلقه هذه؟ كم حلقه وهم يخطئون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ عشرات الحلقات. الآن لما شخص طلع قال البخاري يخطئ خرجوه من السنة. بالله عليك هؤلاء أصحاب الدين ماذا فعلوا؟ كيف يدافعون عن البخاري ويخطئون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ شوفوا الغلو، هذا الغلو. شو يخطئ رسول الله حلقات يستميتون بخطيئة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والآن لما خرج رجل منصف يقول البخاري عنده أخطاء كفروا خرجوا من السنة. بالله عليك دول أصحاب دين يقول لك ما انت النبي يا يا سيد ما يقول للأخ الفضيلة الشيخ أبو صالح يقول له قل كنت سنيا. فضيلة الشيخ الله أكبر يا رب. الذي يخطئ رسول الله هو السني، الذي يخطئ النبي هو السني، سنة معاوية. الذي يخطئ النبي سني ويخطئ البخاري ليس بسني. بالله عليكم يا اخوان يا مصطفين يا عقلاء خلي سماحة الشيخ خلي سماحة خلي يتكلم خلي يتكلم سماحة الشيخ السني خلي يتكلم خلي نسمع من الشيخ يدافع عن نفسه. الله يخليكم هذا رجل سني نريد نسمع منه احنا كشيعة. خلي نسمع منه فضيلة الشيخ سني تفضل سماحة هو قال بالحرف الواحد. خليك كلام يسمع منه هو سوف ليش ما سووا مناظرة بينك وبينه في البخاري ومن هو سني مو أحسن؟ طيب خلي نسمع منه شوف هو سني ولا مو سني. خلص سميه مهبول بلا عقل. لا 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 ما يجوز لك تقول مهبول ولا ترى أنا وطي بس فضيلة الشيخ سماحة الشيخ أبو صالح يتكلم. تفضل أبو صالح. هذا الرجل قد قدح في عقلي، فوالله إن علم من مشايخي لخر ساجدا لله سبحانه وتعالى. الله أكبر الله أكبر الله أختم أقسم بالله العلي العظيم بأنني متتلمذ على مشايخ لو أنه رآهم أو حضر في حضرتهم لفهم ما نقول، وقد توفاهم الله سبحانه وتعالى. والله أنا توقعت هذا أول ما تكلم، توقعت هذا الرجل. شوف إخواني البرنامج عند النظر. فضل نحن نتخلق بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. سماحة الشيخ بارك الله بك. ولن ننزل إلى هذا المستوى العقيم وهذا الأسلوب الذي يستعملونه من الشخصنة والخروج عن العقل والمنطق والعلم والحجة.
عندما تكلمت عن البخاري لم أقل بأني أقدح في هذه الشخصية كلا، إنه رجل قد اجتهد وعمل على أمر ما في هذا التاريخ، فإما قد أفلح وإما فإنه لم يفلح، وهذا أمر عادي ومتوقع من أي شخص يريد أن يجتهد في أمر ما. فقد جمع الغث والسمين. فإن قال الأخ العزيز بأن البخاري وكما أرى الآن بأنه قد جعل من البخاري آية الإيمان والصراط المستقيم، سبحان الله، لا أدري ما هذه العقلية السقيمة. على سبيل المثال يذكر في هذا الكتاب أمور لا تختص لا بشيعة ولا بسنة، بل هي تختص بعقل الرسول صلى الله عليه وسلم وتأديته للرسالة. الله أكبر. كما جاء مثلا في باب فضل الأذان، إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له براق. ما هذا الأمر؟ ما 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 ما, ما, ما هذه الكلمات؟ وإلى أي مدى قد ذهب هذا الرجل بتأدية وظيفته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والأخ العزيز الآخر المصري، ما أنا أحب أهل مصر حبا جما وأحب هذا الشعب حبا جما، وقد درست وتتلمذت على كثير من أولئك المشايخ العظام الذين حينما يتكلمون في هذه الأمور يضعون أيديهم على أفواههم وعلى جبينهم من الخجل، وهم سنة أقحاح. سنت. وهم سنة أقحاح. إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له ضراب. ما ماذا استفادت الأمة؟ وما الدليل على ذلك؟ وكيف يتكلم هذا الرسول الأعظم بهذه الكلمات المخزية والتي تستدعي الشك، وليس الشك فقط بل وأمور أخرى متعلقة بهكذا أحاديث وهكذا روايات. الله. فيا أخي العزيز أبو عائشة، زادك الله من العلم والتواضع لله سبحانه وتعالى بأن تعمل عقلك أو جزءا منه، بارك الله فيك، بأن تتفقه في هذه الكلمات وأن تخرج بنتيجة رصينة سليمة تؤدي بك إلى الصراط المستقيم إن شاء الله. أحيانا نحن نحتاج إلى ملايين الأدلة حتى نقتنع، بل الرجل اللبيب يحتاج إلى دليل واحد مقنع منطقي حتى يصل إلى نتيجة ما. هذا الكتاب كتاب جيد، فيه أشياء مفيدة لا شك في ذلك، ولكن أن يصبح هذا الكتاب هو مقياس الإيمان والكفر أو اتباعي للسنة أو للشيعة أو لغيرها من المذاهب الأخرى والمعتقدات والأحزاب الأخرى، فهذا ظلم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. سمعتم أخواني كلام هادئ، يقول لك إحنا ما هذا الكلام، وأورد حديث أنه الشيطان إذا أقبل له يعني عز الله، شو نستفاد؟ الشيطان ضرط له ضغط، يعني إحنا شو ده؟ وأرجو من حضرتكم المعذرة، لأن الذي أصبح في مقاطعة أنا لو كان هذا هو السؤال هو من عنده العلم، لا والله كل من عنده يعني السنة.